الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكراً هبة حسين. شكراً أدا إبراهيم. وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن الهيئة مهتمة بالاستفادة من التجربة الهندية في دعم ريادة الأعمال باعتبارها من أعلى دول العالم من حيث معدلات تأسيس الشركات الناشئة ونموها. وخلال لقائه وفدا حكوميا هنديا رفيع المستوى، ناقش الجانبان سبل التعاون بين البلدين لتحسين بيئة الأعمال وتبادل الخبرات العلمية والعملية فيما يخص تطوير قدرات رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة في البلدين من التعاون الاستثماري وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تجمع بين الشركات الناشئة في مصر والهند. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اجتماعا موسعا مع شركات توصيل الغاز للمنازل التابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالي الحالي 23-24. وخلال الاجتماع أكد الملا أهمية مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لما يحققه من خدمة حضرية للمواطن مقارنة باستخدام اسطوانات البوتاجاز، وكذلك لتقليل كمية استيراد البوتاجاز وتخفيف الضغط على موازنة الدولة. وعلى جانب آخر، عقد وزير البترول اجتماعا لمتابعة نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود. في أسواق البترول العالمية، مع ترقب بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية والتضخم واجتماع مجموعة أوبك بلس لاتخاذ قرار بشأن خفض الإمدادات النفطية الأسبوع المقبل، هبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بنسبة 0.38% ليسجل نحو 78.93 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو بنسبة 0.48% ليسجل نحو 83.20 دولار للبرميل. هذا وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.26% لتصل إلى $2.45 للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.51% لتسجل نحو $2.59 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن 21 RIN21 أن التحول العلمي إلى مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة تباطأ في عام 2023 بسبب الفجوات التنظيمية والضغوط السياسية والفشل في تحديد أهداف واضحة. ذكر تقييم سنوي أجرته الشبكة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية حفزتا الطموحات للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة، لكن الحكومات فشلت في استغلال هذا الزخم. عود معدل التضخم في ألمانيا للارتفاع في مايو للمرة الأولى منذ 6 أشهر بسبب التأثير الأساسي المرتبط بأسعار وسائل النقل العام. وكشف معهد الإحصاء دي ستاتس عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.4% خلال عام في أكبر اقتصاد أوروبي، أي بارتفاع وصل بنسبة 0.2 نقطة عن أبريل الماضي، وبلغ المؤشر العام الموحد للأسعار 2.8%، وهو يعد مرجعا للبنك المركزي الأوروبي. توقعت منظمة العمل الدولية انخفاض معدل البطالة العالمي بشكل طفيف هذا العام ليصل إلى 4.9% بعد أن توقعت في السابق ارتفاعه. أوضحت منظمة العمل الدولية أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بانعدام الفرص في البلدان المنخفضة الدخل. أشارت منظمة العمل الدولية لأنه على الصعيد العالمي ستحصل 45.6% من النساء في سن العمل على وظيفة في عام 2024 مقارنة ب 69.2% من الرجال.
ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت 3000 طلب إلى 219,000 طلب خلال الأسبوع الماضي. تستعيد سوق العمل توازنها بعد رفع مجلس الاحتياطي لاتحادي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، مما أدى إلى إبطاء الطلب في الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وأدى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.